أدينا كل شيء بيقدر عليه، كنا الأفضل بالنسبة لنا، يعني الفريق عمل كل شيء بيقدر عليه، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني اللي شاف المباراة بيعرف شو الغلط، يعني المؤاخذة التحكيم سيء للغاية، يعني ما كان يتردد بالمرة الحكم بأي فاول اتجاهنا، أي كرت أصفر، أي شيء اتجاهنا ما كان يتردد فيه. لكن الحمد لله رب العالمين، راضين عن أدائنا، راضين عن كل شيء، كل شيء قدمناه الحمد لله رب العالمين، والقادم أفضل بإذن الله. أول شيء الأداء، الفكر تطور بالنسبة لي، التمركز في الملعب، تحفيز اللاعبين، يعني كل شيء استفدنا من خسارات، من فوز، من كل شيء مرينا فيه بالصين قدرنا نستفيد منه هون. لكن الحمد لله رب العالمين أدينا بطولة بالنسبة لي، يعني كثير راضين عنها الحمد لله. أول شيء يعني إحنا الأداء، اللاعبين الصغار اللي عندنا لسه لهم منتخبات، لهم مستقبل كبير، استفادوا خبرة كبيرة بالبطولة هاي، وبإذن الله بالبطولة القادمة راح يكونوا أفضل بكثير. الله يعطيه العافية، يعني ما قصر بالكاس، كان واقف لحاله ضد أكثر من 200-300 مشجع، لكن هو بكفي، هو بمثل كان الصوت للشعب الأردني، ما اعتذر للشعب الأردني، لكن قدر الله ما شاء الله.